بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة سوهاج تم تسليم أجهزة طبية لمستشفى الجراحات الخاصة، وده استعدادا لتشغيلها خلال الفترة اللي جاية. كمان تم تقديم خدمة صحية مميزة لأهالي المحافظة. أما في محافظة الإسماعيلية فتم إغلاق طريق أم كلثوم لمدة عدد من الأيام، وده طبعا بسبب أعمال الصيانة والإصلاح. امبارح كمان في الأقصر تم تحليق 40 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 960 سائح من حول العالم. أما في كفر الشيخ فبيتم تنفيذ أعمال مشروع التطوير الشامل لمستشفى مطوبس المركزي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة 838 مليون و932 ألف جنيه. تفاصيل وأخبار أكتر في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في القليوبية أعلن مجلس مدينة طوخ إعادة تشغيل خط أتوبيس 920 في إطار تخفيف العبء عن المسافرين يومياً من أبناء مركز ومدينة طوخ، وبيعمل يومياً 4 أتوبيسات تبادلية من مدينة طوخ لموقف أحمد حلمي. في سوهاج أعلنت الجامعة أنه تم استلام الأجهزة الطبية لمستشفى الجراحات الخاصة القلب والصدر والمخ والأعصاب والعظام استعداداً لتشغيلها خلال الفترة القليلة القادمة بإجمالي تكلفة بلغت 475 مليون جنيه لتقديم خدمة صحية مميزة للمواطن بأقل تكلفة ممكنة، إلى جانب المشاركة في تنفيذ المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار. في الجيزة أعلنت المحافظة أنه هيتم إجراء غلق جزئي للطريق الساحلي لمدة 15 يوم ابتداء من غد السبت، وده في إطار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي تحديداً في المنطقة المحصورة من نهاية الطريق السياحي وتقاطعه مع الطريق الدائري محور المنيب من أعلى طريق المنصورية. في الشرقية أكدت مديرية الصحة أنه هيتم إدخال عناية مركزة للأطفال بمستشفى حميات الزقازيق بداية من شهر فبراير المقبل، على أن تخصصوا لمرضى الحميات من الأطفال مع تدريب الكوادر التمريضية وتوفير طاقم الأطباء لاستكمال تطوير مبنى الوحدات المتخصصة بالمستشفى. في الإسماعيلية أعلنت المحافظة أن مديرية الطرق والنقل قامت بغلق طريق أم كلثوم بداية من كوبري الجيش حتى طريق البلاجات حتى غدا السبت بسبب أعمال الصيانة والإصلاح للطريق. في الأقصر شهدت أرض مطار البالون الطائر في البر الغربي تحليق 40 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 960 سائح من حول العالم للاستمتاع بالمشاهد الطبيعية وقرص الشمس والمعابد الأثرية من السماء. في الغربية تشهد مدينة كفر الزيات وعدد من القرى التابعة ليها غدا السبت انقطاع للتيار الكهربائي على مدار ساعتين بسبب أعمال الصيانة الدورية، وهيتم الانقطاع من 7 صباحاً حتى 9 صباحاً. في كفر الشيخ بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال مشروع التطوير الشامل لمستشفى مطوبس المركزي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة 838 مليون و932 ألف جنيه على مساحة 12 ألف متر، وبلغت نسبة التنفيذ 37% لخدمة أهالي مركز ومدينة مطوبس والمراكز المجاورة طبقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل.